السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تمارين باستخدام حبال التي ار اكس للظهر، تقدر تلعبها في البيت بشكل بسيط سواء كانت عندك حبال التي ار اكس نفسها او تستخدم اي حبل عادي. مثل ما تشوفون التمرين الاول راح يكون قبضة متوازية والكوع مفتوح. حاولوا ان الحركة تكون بطيئة جدا خصوصا عند النزول، ولما تطلع حاول تضغط على عضلة الظهر، وكل شوية صعب عليك الموضوع بانك تنزل خطوة مثل ما هو موضح في الفيديو. في هذا التمرين القبضة بتكون أيضا متوازية، ولكن بنحاول إن احنا نضيج الكوع قد ما نقدر ونضمه إلى الجسم. أيضا نفس الشيء، الحركة تكون بطيئة سواء في الطلوع أو في النزول، ولما تسحب حاول إنك تضغط وترص على عضلة الظهر. التمرين الثالث راح تكون القبضة مسطحة والكوع واسع قد ما تقدر، أو بالأحرى على مستوى الجسم على مستوى الكتف. نفس الشيء، الطلوع والنزول ببطء، وقد ما تقدر رص واضغط على عضلة الظهر لما تسحب. هذا التمرين بالكامل بيكون باستخدام وزن الجسم فقط، فأنت صعب عليك التمرين بمدى نزولك وانحنائك من على الحبل إلى مستوى الأرض. جميع التمارين راح تكون 12 تكرار بأربع جلسات. بعد ما تخلص التمرين راح تحس بفائدة أو بشعور جدا قوي، قد تكون حتى ما حسيته في الجيم. فبالتوفيق للجميع.